تعالوا بقى. اولا في رؤى جات لي، وطبعا انتوا كلكم عارفين شايفين ومتابعين البوستات اللي نازله على الجروب كلها خاصه بالفنانه شيرين عبد الوهاب. بس انا في عندي حاجه مش حابه اتكلم فيها قوي في موضوع شيرين، بس الرموز ومصداقيتها. الرموز ومصداقيتها ازاي؟ فاكرين انا هقرا لكم الحلم بتاعها وبقتبس لكم منه ايه اللي احنا قلناه قبل كده، او ايه اللي قلته لكم قبل كده في الرموز، وقع هو قدامكم. يمكن يعني ربنا سبحانه وتعالى كشف الامر او المنام ده تحديدا لشيرين، عشان اقول لكم في رموز يا جماعه، في رموز والله بتكون عندي انا مثبتها كده في التفسير، وسبحانك يا رب بتقع لا محاله لا محاله. يمكن ربنا جابها في شخصيه عامه زي شيرين علشان كلكم تبقوا عارفين الرمز ده ماشي ازاي، انا اعمل ايه، اكتنبه ازاي، وهو رمز الصحراء. عشان النقطه دي هقرا لكم الرؤيه الاول الخاصه بشيرين، مش هقعد اتفزلك بقى واقعد اشرح التفسير لانها هي مش محتاجه، هي الرؤيه خلاص وقعت، هي رؤيه وقعت. بس هقول لكم ايه اللي منتظر تاني لسه ما وقعش. انا مش هقعد احلل واقول لكم مثلا المعنى دي ايه ودي ايه ودي ايه والحاجات دي كلها، لا هقراه لكم واقول لكم التفسير. هي شافت، وهقول لكم برضو في بعض الرؤى اللي جت من المتابعين اللي كانوا كاتبين في البوستات المعلقه وكاتبين عندي على الجروب وفي الصفحه، كاتبين الاحلام في التعليقات في التعليقات. فالادمن قالت لي بالله عليكي فسري، لان الكل محتاج يعرف ايه الاشاره من الاحلام دي اللي خاصه بشيرين. انا هقول لكم علشان انتوا تستفادوا، علشان انتوا اكتر تستفادوا. هي شافت كانت طالعه مع الجميله سعاد يونس. انا طبعا ما سمعتش الحلقه دي بحق الله، وانا جالي السكرين شوت كده لقيته على الجروب والادمن بعتته لي على الخاص. حلمت اني عملت حفله كبيره في الصحراء، عملت حفله كبيره في الصحراء عند الاهرامات، ولعنه الفراعنه صابتنا انا وكل اللي موجودين، معرفناش نرجع للعالم تاني، وقعدت اقول تعويذات عشان ارجع احلامي غريبه، وفي كل احلامي بطير من غير جناحات. طيب من غير جناحات، انا بقى الرمز اللي يهمني الاول كده في بدايه حاجه، ان انا قلت لكم من التفسيرات اللي انا او من الرموز اللي بثبتها رمز الصحراء. لو ترجعوا كده اي حد شاف صحراء في المنام، قلت لكم الرمز ده غير مستحب، غير مستحب. فعلشان كده ظهر لشيرين، هي خلاص الرؤية وقعت، لكن في حاجة تاني، لسه في حاجة تاني، وفي حد تاني هيتعرض لنفس الموضوع بتاع شيرين، في واحدة كمان هتتعرض، واحدة محبوبة جدا 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 هتتعرض لحاجة قريبة من اللي حصلت لشيرين، جاية برضو من الافتضاح الامور والحاجات دي كلها. هي كانت في صحراء، والصحراء كانت كبيرة، وهي عملت الحفلة، يعني هي بداية المؤشرات السلبية في الفنانين، بداية المؤشرات السلبية في الفنانين. هيلاحقها، ركزوا معي، هيلاحقها فنانين تانيين، وأولهم هتكون فنانة، أولهم هتكون فنانة. أنا بفسر دلوقتي من رموز الرؤية. صابتهم لعنة الفراعنة، لعنة الفراعنة يعني ضرر بيلحق بيهم بسبب غياب العقل وبسبب أشخاص مؤذية. دايما كنت أقول لكم إيه، إن رمز الفراعنة أو رمز الآثار بندخل على طول في اتجاه الأسحار على طول، تمام كده، أو تغييب العقل. هي طبعا جت غياب العقل عندها بالادمان باي طريقه بقى، المهم ده كل حاجه من تلاعب الشيطان. تلاعب الشيطان بيجي في هيئه الاسحار، تلاعب الشيطان بيجي في هيئه البشر اللي بيغيب العقل بالضرر اللي وقعت فيه، ربنا يعافيها يا رب، اللي هو الادمان. بتقول ما عرفناش نرجع تاني، وقعدت تقول تعويذات علشان ترجع، قعدت تقول تعويذات علشان ترجع. هي كمان هتبتدع المكر والخديعة شوية
علشان تقدر تثبت انها خفت وانها بقت كويسة. يعني هي هترجع بس هتبدأ تدخل في اتجاه يعني في كذب شوية او مكر شوية علشان تطلع من اللي هي فيه. طيب انا طبعا رؤية زي دي انا جاية لي رؤى كتيرة جدا هقراها لكم، حاضر هقراها لكم وبعد كده نشوف الاحلام بتاعتكم على طول، بس علشان اعرفكم الرموز الثابتة عاملة ازاي، الرموز الثابتة اللي انا بحذركم منها عاملة ازاي. تحذير الصحراء، تحذير بأي حاجة تخص الفراعنة، تمام كده، ملهاش علاقة بالشعب المصري، عشان بس ما نقولش بقى احنا يعني مثلا اي حد مثلا ياخد الحتة دي يقول مثلا ده المصريين يعني الفراعنة والفراعنة يعني المصريين، يعني انتم يا مصريين رمز وحش، دي ملهاش علاقة. خلاص كده ملهاش علاقة، مش بدافع علشان انا مصرية طبعا ادافع، لكن هي ملهاش علاقة فعلا بان احنا مثلا نقول احنا اساسنا كان الفراعنة والحاجات دي كلها، لا احنا لو رجعنا للتاريخ اصلا مصداقية التاريخ هتلاقي في حاجات تانية كانت قبل الفراعنة تخص مصر، مش هندخل برضو في الحتة دي. فانا جاي لي ليها احلام كتيرة جدا. في فاطمة قالت انها قبل مشكلتها باسبوع تقريبا ما شافتش بس سمعتها بتغني وكان صوتها عالي جدا وكأن حد حاطط دي جي جنب ودني، الحلم كان صوت بس مش فاكرة هي شافت ايه. فانا مش شايفة ان دي رؤية قوية قوي، بس انت بتقولي كان صوتها عالي وكان في موسيقى، طبعا دي كلها بتبقى اضرار صعبة، لان احنا عارفين ان الموسيقى دايما جاية من الهموم والاضرار الصعبة لا قدر الله، ربنا يعافينا جميعا. في حد تاني جنة الخلد بتقول حلمت بالفنانة شيرين، شفت اني في اسكندرية على البحر وببص لفوق لقيت شيرين، عايزة بس ادور لها على، انا والله ما قريتهاش الاحلام دي، جات لي كلها سكرين شوت، والله ما قريتها الا حالا معاكم، هقرأها لسه حالا معاكم. فانا بدور على رمز يكون حاجة مبشرة ليها باذن الله، لكن زي ما قلت لكم ان في تحذير قوي جدا 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 على فنانة هتعقب شيرين ومطربة. يعني هو كمان يعني ممكن يوضح لي اسمها، يعني طب ثواني هنشوف هو وضح لي حاجة في اسمها حالا. اول حرف منها الف، والله اعلى واعلم، والله اعلى واعلم. طيب نشوف، انا من سنة تقريبا حلمت بشيرين، شفت اني في اسكندرية على البحر وابص لفوق لقيت شيرين عبد الوهاب بتتمرجح في مرجحة معلقة في الهواء، بس كانت مرجحة شكلها جميل، هي كانت مبسوطة بس انا خايفة عليها لانها بتتحرك على كرسي المرجحة بمنتهى السلاسة رغم انها معلقة في الهواء وانا خايفة تقع بس وصحيت. طبعا دي بتكون هي مش وحشة على فكرة مرجحة، على فكرة عشان ما حدش يقلق منها، مرجحة مش وحشة لان دي بس هي كانت في السماء عالية، هي فعلا كانت في مكان عالية جدا جدا جدا، بس شيرين مش هتقع للدرجة اللي الناس قالوا ان الموضوع ده هيوقعها تماما، دي بقت مدمنة وبقت مش عارف ايه والحاجات دي كلها. طيب نشوف مين تاني. وعندي منة شريف بتقول شافت شيرين كانت لابسه فستان ابيض مليان خرز على صدرها وخرز على وسطها وفي الديل فستانها، وكانت دراعاتها عريانه وكانت واقفه على سلم، كانت حلقه شعرها وبتضحك وعماله تسقف بطريقه جنونيه، بسقف جامد قوي وعماله تقول لحد معرفش مين يلا يلا يلا، وبتسقف جامد لدرجه قلت هي ازاي ايديها ما وجعتهاش. يعني دي رؤيه كمان بتؤكد ان في واحدة تانية هتلحقها، مش واحدة بس، اكتر من واحدة للأسف، ربنا يسترها ربنا يسترها. انا هستفيد بالاحلام دي بتاعت الخاصة بشيرين. الصحراء ما بتكونش دايما ابدا 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 انها بتكون كرب الواحد لسه بينجرف فيه او مثلا حاجة مستمرة، لا هي بتاخد وقت وهو ده اللي احنا فيه، يعني هي اللي هي فيه فعلا التعب اللي هي فيه هياخد وقت، لكن الرمز هنا جاي ان في اشخاص تانيين هيدخلوا في نفس التيار بتاعها وهتبدأ بفنانة والموضوع هيبقى بزيادة قوي وهيصير جدل وامور صعبة جدا جدا الفترة اللي جاية، وربنا يسترها ربنا يسترها.